وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة عمل محاور جديدة داخل المدن عالية الكثافة السكانية في نطاق محافظة الجيزة. جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن تنفيذ بعض الطرق والمحاور داخل المدن يستلزم تنفيذ بعض الإزالات السكنية، مشددا على أن أي إزالات تتم لصالح العام ويتم تعويض أصحابها. أنا كمان عايز أخلي المواطن اللي في بولاق ده يتحرك بشكل كويس، اللي في كرداس، أصل إحنا اللي إحنا بنعمله ده ما هو مش هدفه بس إن هو يتحرك كويس، لكن كمان يحس إن هو يعني مش معقول تبقى البيوت كلها في الكتلة دي، الفاصل بين البيت والبيت مثلا 5-6 متر ولا 10 متر ولا حتى 20. فإحنا الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة، نشوف المحاور اللي موجوده بالفعل جوه الاحياء ديت، ونبتدي نشوف احنا هل ممكن نوسعها ولا لا. انا بقول الكلام ده وبسمع الناس ليه؟ لان طبعا احنا عشان نعمل ده هنضطر ان احنا نعمل بعض الازالات يا دكتور مصطفى. وبس وانا بقول برضو كلام ده مبدا عام الدوله حطته على نفسها في ان هي اي ازالات بتتعمل لصالح النفع العام الدولة بتعوض الناس.